يعني اخلاق او مبادئ النادي الاهلي، واكيد كلنا عارفين مبادئ النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، وان كل اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين على مر التاريخ هم رجال بمعنى الكلمه، رجال يتحملوا المسؤوليه كامله، رجال محترمه جدا. وعلشان كل الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده كنا لازم نعمل مداخله مع الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي اللي هنتكلم وهيتكلم معانا في امور كثيره جدا جدا. استاذ خالد برحب بحضرتك. اهلا اهلا بيك يا عمر، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب، والساده المشاهدين وكل الامه المصريه والاسلاميه بخير يا رب ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب وعائله الاهلي بألف مليون خير. يعني ايه اللي حصل بقى يا استاذ خالد؟ عايز اعرف من حضرتك ايه اللي حصل؟ يا جماعه الموضوع ابسط مما تتخيلوا خالص. الموضوع يعني انا عايز اقول لك احنا انا معزوف سحور لصديقي واختي الاستاذ لميس حديدي والاستاذ عمرو اديب، وانا يعني الدعوه كان فيها شخصيات كثيره جدا وعدد كبير جدا من كبار الدوله وفي جميع المجالات. فانا داخل يعني الاستاذ عمرو اديب كان قاعد في اول ترابيزه، داخل باب الجنينه الاستاذ عمرو اديب قاعد في اول ترابيزه وظهره ليا. فانا داخل، انت عارف لما بتبقى لسه داخل انت بتبقى يعني مش عارف فين صاحب الدعوه عشان تسلم عليه، فانا رايح بسلم عليه فهو لف، هو بيقوم اهلا يا خالد كل سنه وانت طيب وبتاع وبيلف، وبعدين انا ببص لقيت المستشار التركي ال الشيخ واقف وبيسلم عليا. الحقيقه انا عايز اقول برضو عشان الواحد يقول اللي يقول عليه، ما احنا مش عايزين ناس تزايد وناس تشوه الصوره. الراجل حقيقة قام سلم عليا بمنتهى الحب والاحترام وفي غايه الاحترام، انا بحب اكد دي. فعمرو اديب قال ساعتها حتى بدعابه يعني انتوا بتسلموا على بعض بضحك كده، فقال احنا ما فيش بينا حاجه وخالد ده راجل محترم واحنا كلنا يعني ما فيش بينا اي خلاف. فطبعا انت في موقف زي ده بتتبادل معاه، دي اخلاقنا اللي اتربينا عليها مظبوط، ودي زي ما بنقول مبادئ النادي الاهلي. في كل قيم ومبادئ النادي الاهلي دي جزء من مبادئ وقيم النادي الاهلي وجزء من شخصياتنا واللي اتربينا عليه واخلاقياتنا وجزء من الدين الاسلامي اللي احنا بننتمي ليه واحنا في شهر كريم. فالنهارده لما الاقي حد بيقابلني بهذا الاحترام لازم ارد الاحترام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ اذا حييتم بتحيه فحيوا احسن فردوا احسن. فانا النهارده سلمت وعمر قال طب اقعدوا بقى ما ناخد صوره ما دام بقى بتسلموا على بعض. فطبعا انت في الحاله دي لازم ما تقدرش تنسحب، ما تقدرش انت راجل ما تقدرش تعمل موقف وحش لا مع الراجل نفسه ولا مع صاحب البيت ولا مع الحضور. الموقف كله موقف محترم وكان ما خدش اكتر من دقيقتين، وحتى المستشار التركي ساعتها كان ماشي، انا داخل وهو كان ماشي. على فكره العمليه دي ما كانتش مترتبه يا جماعه، ولا كانت في بيت ولا كانت في مش عارف فين في الدره، العمليه كانت على الوضوح كله وكانت امر طبيعي بالصدفه البحته وقدام الناس كلها. حتى كل الناس علقت قال والله ده انتوا ناس محترمه، يعني التعليقات كانت من الحضور المردود كان كويس جدا. وانا الحقيقه انا ما خرجتش، انا عايز اقول حاجه، انا برضو احب يعني احنا في حال موقف زي ده اي حد كان مكاني كان لازم يعمل كده. اي حد عنده اخلاق النادي الاهلي واخلاقه اخلاق المصريين وراجل مسؤول على درجه عاليه في بلد دوله شقيقه بيمثل دوله بغض النظر بقى عن انه مالك نادي بيراميدز او حاجه، يعني له كذا كيان، فانت لازم تلبي الاحترام بالاحترام ولازم ترد التحيه. وانا مش شايف ان انا اهنت النادي الاهلي او قللت من قيمه النادي الاهلي، الكلام ده اللي هو الراجل كان مستقبلني استقبال غير لائق كنت اقول لك انما انا سلمت والراجل مشي وما خدناش دقيقتين، وكل اللي رحت بقى قعدت مع الناس والمعازيم وخلاص الموضوع ما خدش اكتر من دقيقتين. الموضوع كبر لان في ناس كتيره جدا ما تحبش يعني تحب تستطفى في ماء العكره زي ما بيقولوا، في ناس كتير بتحب تولع الدنيا وتسخن الدنيا، انما الموضوع بسيط جدا والموضوع يعني ابسط من انه يتداول بهذه الطريقه ويكبر بهذه الطريقه. وفي نفس الوقت انا يعني لا اهنى النادي ولا خرجنا عن الصف، يعني طبعا انا بكن كل احترام لزمايلي في مجلس الاداره وبقول لهم يا جماعه احنا ما خرجناش عن الصف ومحدش يكون زعلان خالص. الموضوع ابسط من كده، الموضوع غير مقصود والموضوع
ما تطرقش لاي مبدا من مبادئ النادي الاهلي ولا تخلينا عن حاجه في النادي الاهلي خالص. احنا موقفنا واحد واحنا كلنا واحد، وما فيش اي حاجه تعكر هذا الصف زي ما البعض بيدعي. ما فيش حاجه، مش البعض من خارج البلد بيدعي ان في مشاكل. لا ما فيش مشاكل ولا في حاجه، انا باكد لهم كل احترام وكل ود، ومش عايز حد يكون زعلان. موقف محترم، يعني موقف انا مش شايف ان احنا اسأنا للنادي الاهلي خالص. جماهير الجميل طبعا، الجماهير دي يعني عايز اقول لك ليها مكان كبير عندنا النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو العمود الفقري للنادي الاهلي، العمود الفقري ده يعني احنا ما نقدرش نستغنى عنه. واحنا على مدار 17 سنه في النادي الاهلي، عمرنا ما تخلينا عن الجمهور. عمرنا 17 سنه في اداره النادي الاهلي من سنه 2002، احنا الجمهور ده مكنين له كل احترام. انا مش عايز حد يكون زعلان، مش عايز اكون انا سبب ان يكون الجمهور زعلان او غضب الجمهور. لا، الموضوع بسيط متفاهم، لازم الجمهور يتفاهم. الصوره وصلت غلط، الصوره وصلت ان احنا قاعدين في قعده خاصه وبنتفق لا لا خالص، الموضوع غير كده. وموضوع كان موقف محترم ما بين الطرفين في دقيقتين بالظبط، ما هياش جلسه ولا حاجه خالص. وانا قبلت باحترام فرديت هذا الاحترام، في سواء من صاحب البيت او سواء من المستشار التركي. والجمهور ده انا بس مش عايز حد يكون زعلان، في نفس الوقت ما يتفسرش ان الموضوع اساء ولا حاجه، لا خالص خالص. انا بس يعني بجد انا نفسي الناس تتفهم الموضوع. زمايلي في مجلس الاداره انا مش عايزهم يفتكروا ان احنا زي ما وصل او اتفسرت ان احنا خرجنا عن الصف او خالص. احنا وحدتنا واحده وهنفضل متمسكين ببعض. وانا يعني احنا مش عايزين نقول اعتذار ومش اعتذار، لا العمليه مش اعتذار، لان ده موقف محترم وموقف اخلاقي، وده اللي اتربينا عليه. احنا اولاد ناس، وتربينا ازاي نتعامل مع الناس، تربينا ازاي نكون صوره مشرفه للنادي الاهلي من غير ما نقلل من قيمه النادي الاهلي ولا نقلل من قدره. احنا ما قللناش من قدره، لان الاحترام كان متبادل. في نفس الوقت احنا قيم النادي الاهلي اتربينا عليها بتقول لنا اعملوا كده. وبعدين احنا النهارده اي حد بيشتغل في عمل عام لازم يكون على قدر المسؤوليه تجاه النادي بتاعه. لو انا بشتغل عمل عام في النادي الاهلي وسواء الدوله اللي انا بنتمي ليها، فلازم الناس تقدر الكلام ده. لازم الناس ما تاخدناش يعني زي ما بنقول كده الحماسه، لا خالص. احنا لن نقلل النادي المبادئ ولن نقلل من قدر النادي الاهلي، وبنحافظ عليه. وكل احترامي للجمهور وكل احترامي لزملائي في مجلس الاداره، مش عايز حد يكون زعلان من الموقف، الموقف تفسر غلط. وارجو يعني كون ان انا وضحت. وبعدين انا راجل عمري ما كان عندي حساب على الفيسبوك او تويتر او اي حاجه، انا عمري ما كان عندي حاجه زي كده. لان انا يعني انت لو حسبت يا عمر انا طلعت كم مره في تلفزيون او طلعت كم مره في جورنال او اي حاجه، انا عمري ما ببص حاجه زي كده. ولا انا بحب ادخل في الشغل الاعلامي يعني. والموضوع اكرر انه كان بالصدفه. وبعدين بس اللي يهمني بس ان انا مش عايز اكون سبب في الجمهور يكون زعلان او الجمهور يكون غضبان. لا، احنا الموقف اللي عملته ده موقف يعني. وفي حاجه كمان عايز اقول، انا بقول ان انا يعني يمكن انا كاتب في احدى الصحف ان ما حدث وصفت ما حدث، وبقول الموقف ده لو اتكرر ان انا ايه، لو انا النهارده قابلت اي شخص انا بيني وبينه حاجه مشده او بيني وبينه خلاف او بيني وبين اي حاجه في هذا الموقف، لازم اعمل هذا الموقف، لازم اسلم. ولازم، لان احتراما طالما قبلت باحترام، طالما البيت اللي انا داخل فيه احترمني وقدرني وكان يعني والموضوعيين ناس على مستوى عالي، فلو اتكرر الموقف ده مع اي حد مننا لازم هيعمله يا جماعه. عشان كده انا بقول بكره الموقف ده لو حدث تاني هكرره. ما يعني ايه، اي موقف هيحصل لي مع اي شخص انا لازم هعمل كده، لان ده واجبي وده دوري ودي اخلاقي اللي انا اتربيت عليها. وزي ما بكرر، احنا اتجاهنا يعني مسؤوليتنا تجاه نادينا نحافظ عليه، واحنا ما قللناش منه خالص، وما زلنا عند مبادئنا وعند قرارات مجلس الاداره بتاعتنا وعند كل حاجه. احنا ما بنخرجش عن الصف. وفي نفس الوقت ما بحبش ان انا ازعل جمهوري ولا ازعل زمايلي في مجلس الاداره خالص. الموضوع وصل غلط، والموضوع ما قللش من قيمه النادي الاهلي ولا من شان خالد الدرندلي اللي هو عضو من 12 عضو في مجلس الاداره. فارجو ان يكون ان انا يعني قدرت اوضح الموضوع.
وفي نفس الوقت ده يعني ارجع اقول احنا في شهر كريم، واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده فاحنا لازم نتبع هذا. وكل سنه وانتم طيبين. مش عارف يعني في اي اسئله ثانيه او ايه؟ لا يا فندم خالص، بس يعني حضرتك اتكلمت كلام محترم جدا، وانا حابب اضيف الى كلام حضرتك. حضرتك شخص محترم جدا، دايما ماشي بمبادئ وقيم النادي الاهلي، وحضرتك يعني او حضرتك او كل مجلس اداره ناس محترمه وناس فعلا بتؤدي واجبها على اكمل وجه. احنا كلنا في نفس الوقت بنحب النادي الاهلي وبنحافظ على النادي الاهلي، وقراراتنا واحده ووحدتنا واحده، ما فيش اي حاجه هتعكر صفو هذا صح. التناغم بيننا يعني خالص خالص، خاصه وان انا بكرر الموضوع واخد اكبر من حجمه، بس يعني ده اللي انا نفسي اوصله للجمهور والاعضاء جمعيه عموميه، واهم حاجه كمان طبعا زمايلي في مجلس الاداره ان يتفهموا هذا الموقف ويقبلوا كده ان انا الموقف يتحتم علينا كده، مهما كان احنا مصريين مسلمين في شهر كريم عندنا اخلاق بننتمي لاكبر مؤسسات رياضيه بنحافظ عليها، ودي اخلاقنا اللي اتربينا عليها. وارجع اكرر، طالما قبلت باحترام فلازم الكلام ده لو انا قبلت بغير الاحترام. يعني بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد الدرندلي، وعلى كلام حضرتك المحترم، وعلى يعني توضيح حضرتك واصرار